حط له يبا. كانت الأمطار مع دخول موسم الوسم بتجينا 6 أمطار سيلية خلال موسم الأمطار اللي هي بالوسم على مربعنية على الشط. لكن من قرابة 20 إلى 25 سنة مع تغيرات المناخ تغيرت أو تزحزحت منظومة الأمطار، فبدت ما تجينا أمطار سيلية مثل ما كانت تجينا قديما. من الأشياء اللي أذكرها عام 1396 كنت صغير تقريبا، كبر ولدي نهار اللي عام 1977 هجري، كنت نايمن عند أمي هاي الله يرحمها اللي هي جدتي من أبوي، ونزلت علينا أمطار غزيرة جدا جدا جدا، كان ما بالبيت إلا أنا وأمي هاي. قامت أمي هاي الله يرحمها تصلي الليل ورفعت يدينا إلى الله سبحانه وتعالى طول الليل وهي تصلي وتدعي إن الله ينقذنا من هالأمطار ذي. فيوم قمت الصبح والأمي هاي الله يرحمها جالسة تصيح، أحس بمت ذاك الوقت، ولا هاللي ميتنا البقرة شلون ماتت؟ طاحت عليها الغرفة اللي هي الحجرة، حجرة البقرة، وماتت. وذيك السنة اللي طاحت الغرفة على البقرة وماتت، والله يا صياح انطرق أمي هاي الله يرحمها بسبب موتة البقرة. يجلسوا الناس يعزونه عزاء، وبعده ماتت اختها فاطمة ما صاحت مثل صياح موتة البقرة. هذا يدل عليه، يدل على أن البقرة كانت تمثل النسيج الاجتماعي ذاك الوقت. فشغل الناس بالبيوت لا أبالغ إذا قلت 70% من شغل البيت كان متجه للبقرة، لأنهم قاموا الصبح حطيتوا البقرة، زينوا البقرة، جيبوا المدودة للبقرة، راحت البقرة، جت البقرة، حتيتهم البقرة، لأنه أساس كانت القرة ذاك الوقت كانت أساس. حنا ما طلعت عنا القرة إلا قبل من البيت، ولا كانت موجودة بالبيت قبل 30 سنة طلعناه، وبدأوا الناس يطلعون للحوشة. والبقر كان يضربه المثل بالغنات، لمنهم بغوا اللي هو يمدحون غنات ناس يقولون هذولا ناس عندهم بقرة. ومن الأمثال بيت ما أبو قرة ما أبو ثمره. امسك يده تذها ونزله على طول، شفت شلون نزله على تحت؟ اي نزله اضغط اي لا اي تذها ها ها على طول. ايوه اي ابوي اي ما عليك. وارتباط الامطار بالدورات المطريه القديمه ارتباط وثيق، فكانت الابقار موجوده في عصر السافانا اللي هي قبل 8000 سنه كانت متواجده وكانت وحشيه وجود تنبلبر. وقبل 6000 سنة مع عصر التصحر دخلت هلبل علينا، الهلبل كانت أيضا متوحشة، جميع هالحيوانات هذه كانت متوحشة، لكن روضها الإنسان. البقر روضت قبل ترويض الإبل وقبل ترويض الخيل، فالبقر والغنم والخيل قبل البل طبعا موجود عندنا. عصر السافانا وين راح؟ عصر السافانا راح لافريقيا. وش هو العصر السافاني؟ العصر السافاني هي امطار تنزل 6 أشهر امطار، 6 أشهر تتوقف الامطار. هذا هو العصر السافاني.